ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمتعلق بالكوارث الطبيعية أمس اجتماعا افتراضيا بحضور عدد من الجهات المعنية لمتابعة الحالة المدارية شاهين. واستعرض المركز الوطني للأرصاد التقرير النهائي لحركة الحالة المدارية شاهين ومدى تأثيرها على الدولة، فيما استعرضت وزارة الداخلية آخر المستجدات بشأن الإجراءات المعتمدة من قبل فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلية.